على فكرة انت كان لازم تطلع صوت. اشمعنى؟ عشان انت رقدت لهم رحت عامل الخطة بتاعتك ورايح لافف من ورا الكراسي عشان محدش يشوفك. وحتى لما كنت الظابط كنت برضه هدكهم في الاخر. انا بس عملت كده عشان بصراحة يعني خفت اخش اضربهم وانت في وسطيهم حد يأذيكي ولا حاجة. طب انا ممكن اسألك سؤال؟ اسأل يا عمر. لو ده حصل دلوقتي حد ياخد الفريسكا بتاعتك؟ يوه بطل هزار بقى يا عمر. خلاص ايه اللي يحصل يعني؟ يعني لو حد اتعرض لي عادي. عادي؟ عادي جدا يموت او على الاقل ما يروحش. هي الاوض في المستشفيات اتعملت ليه يعني؟ بحب ايه يا عمر؟ انت ما سمعتنيش؟ لا ما خدتش بالي، كنت بتقولي حاجة؟ كنت بقول حاجة بس بتتقال مرة واحدة بس. طب خلاص انا بصراحة سمعتها بس عايز اسمعها تاني. بحبك. ايه؟ بدور على اي حاجة تعبر عن اللي فيا ده. اصل كلمة بحبك دي اقل بكتير من اللي جوايا بصراحة. طب يا سيدي ما تعتبرها علامة وتقولها خلاص. بتموت فيا بس؟ لا طبعا، ده انا هوريكي كل حاجه دلوقتي وقدام الناس كلها. ايه في ايه؟ مش انت اللي عامله وحش؟ عاوز تعمل ايه؟ يا جريء يا متوحش. عمر ما قلتليش عجبتك اللوحات الجديده؟ تحفه طبعا، بالذات اللوحه اللي كل ما اشقلبها كده ما فهمش حاجه رجعها تاني برضه ما فهمش حاجه. انت ايه رايك في الفريسكا؟ العيال دول بتوع الموتوسيكلات انا بيعملوا لي رعب. سواقتهم عامله زي سواقه الدبان. بس بس بص ماشيين ازاي؟ عمر والنبي خلي بالك. ما تقلقيش يا حبيبتي. خليها على الله. فريدة هطلب منك طلب غريب شوية. قول يا حبيبي في ايه؟ ممكن تنزلي يا حبيبتي؟ ايه؟ معلش انزلي اركبي تاكسي وانا هحصلك على طول. مش فاهمة حاجة. قد كام خلص؟ بتعملوا ايه؟ اثبت يالا.
ايه لوحدك؟ يوما مش عند الله على السلامة. خف على عم بيجي الله لا يسيئك، احسن هي مطبلة مطبلة ومش ناقصة قرص عطارة. في حاجة في الشغل ولا ايه؟ لا. من عم هبق؟ نط في حجر الحكومة. يبقى مات. اتمسك. برضه يبقى مات. عايز اقابل الكبير. ايده مشغولة. يا جدع بقول لك عايز اقابل الكبير، الواد اتمسك. الكبير مالهوش كلام غير اللي بقوله لك، واللي بيتمسك بيموت. اقعد انت بس. حلو الحتة دي. مش كده برضك؟ أو النبي. دي بقى عطية من عطاء الكبير لما بيحن علينا. ربنا خلوه لنا. وما اقولكش بقى يا زميلي، بتسرح في غميق العميق. أبد. أموت أنا. إيه ده؟ مفيش دم. صداع وبؤبؤ. عركة ورجالة. ومفيش دم. الايد اللي تمسك هدية امريكاني وتفرط فيها تتقطع. لا ابو سيدة جايبين بلاش بلاش يا دليل، اصبر لك وش عدى ما تعمل اللي انت عايزه. ابو سيدة جايبين سالك أمرك يا سيد الناس. سمي وخلص. بلاش أنا كبير. ترفض الأمر؟ معاش ولا كان اللي يرفض الأمر كبير. بس بلاش أنا. إيدي بترعش. خايف أجلي. يبقى رزق ومكتوب له يعيش بإيده. ما هو ممكن يا سيد الناس بدل ما تجلي بره قال لي جوه وتحف. يبقى نصيب. هو دراع له قيمه من غير ايد. خلص ورانا مصالح. قطع الايد يحب الخفيه يا غالي. سامحنا يا غالي. اسمه ايه الظابط ده؟ معرفش. طب خدوه عن اسم. معرفش انا كنت بهرب. يعني ايه بتهرب يا ساتر؟ كنت بهرب. كان هيضرب عليا نار سيد الناس. ابو رملة. امرك يا كبير. من عموح. عرفت. طب ايه؟ استنى الامر يا كبير. وانا امرت. يبقى تامر الرجاله تفحر قبره. مش معروف له سكه. اعتبره تعرف. طب سامي. ومرتاح انت يا سالك. ومبروك عليك الخنجر.